معرض العين لهندسة وتصاميم الفيلا السكنية الحديثة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان. سمو الشيخ طبعا اطلع على التصاميم الحديثة اللي هي تعرضها المكاتب الاستشارية، تخدم المواطن اللي يختار أجمل تصميم وأحسن تصميم وبأقل الكلف. تواجد شركات المقاولات وشركات الديكور إضافة إلى تواجد شركات الحجر الصناعي والحجر الطبيعي وجميع الشركات اللي تتعلق ببناء المنزل الحديث. المنزل هذا طبعا متضمن جميع الأشياء اللي تخدم المواطن بأقل الكلف. يعني نحن بشركة المزروع إيكاس مشاركين بمعرض العين لتصاميم وهندسة الفلل السكنية الحديثة بموضوع أنظمة المنازل الذكية. أنظمة المنازل الذكية هي تكنولوجيا جديدة بتعلق بالتحكم بالتجهيزات الكهربائية الموجودة بالبيت، بتختلف عن طريقة تشغيل الأجهزة القديمة التقليدية. نحن بالتكنولوجيا الجديدة هاي عن طريق الآيباد أو الآيفون أو الكمبيوتر فيني أتحكم بالإنارة، بالستائر، بالتكييف، بنظام الصوت، بهالتجهيزات هاي كلياتها ونحن من برا البيت. المعرض الحقيقة هو تنوع وتجديد وعطاء في معلومات أكثر. هي أول مشاركة لنا في مدينة العين في المعرض. طبعاً مقدمين عدة نماذج من التصاميم الخارجية للفلل وبعض المشاريع التجارية والمساجد. إحنا ملمين في مجمل شروط البلديات ونظام تراخيص البناء واستدامة وجميع معايير التخطيطية، وإن شاء الله مشاركتنا السنة الجاية بتكون أفضل وأحسن. معرض العين لهندسة الفلل وغيرها من المعارض التي تهتم بالمواطن بشكل كبير ما هي إلا تجسيد من اهتمام طبعا سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الله يحفظه ويطول بعمره. هذه من الأشياء يعني البديهية التي أصبحت في حياة المواطن سواء كانت في التعليم أو في الصحة والآن في السكن، وكما تعودنا هبة يعني هذه الأشياء اللي طبعا توفر جميع سبل الراحة للمواطن الإماراتي. غير شيء موسى، حتى المهندسين حرصوا على تعزيز رؤية شيوخنا والقيادة أيضا صحيح. الرشيدة بما يتناسب أيضا مع أذواق المواطنين ويتوافق مع أذواق اللي زاروا المعرض. خلونا مشاهدينا نروح فاصل وراجعين إن شاء الله لاستكمال باقي تقاريرنا في منبوذ أبي. جائزة الإمارات للسيدات تدعم طموح المعرض.